نيجي لأول موضوع، أول عملية نقل دم في التاريخ. بعد تجارب كتير جدا يطلع لنا العالم اسمه ريتشارد ينجح في أول عملية نقل دم تتم بين الحيوانات. الكلام ده سنة 1665، واللي قدر العالم ريتشارد إنه ينقل دم بين كلبين، عمل نقل دم بين كلبين، والتجربة دي كانت تجربة ناجحة جدا في الوقت ده. وبعدها على طول بما فيش سنتين بالظبط، سنة 1667 خصوصا في فرنسا، تتم أول عملية نقل دم بصورة ناجحة للإنسان، طبعا على إيد العالم الفرنسي جان باتيست دينيس، واللي قدر إنه ينقل الدم من خروف لإنسان. أيوة، من خروف لإنسان. والتجربة دي تمت بصورة ناجحة بدون أي مضاعفات أو بدون أي مشاكل. التعابة والحلاوة دي أكسب بالله. بعد نجاح تجربة عملية نقل الدم ويعمل التجربة التانية، وفعلا التجربة التانية تتم بدون أي مشاكل وتتم بصورة ناجحة جدا. نفس العالم في نفس التجربة اللي بعد كده المريض يموت، بيكون بسبب ظهور أعراض معينة أثناء نقل الدم، وبعد كده فجأة يلاقي المريض يموت. بعد تطور شوية وأبحاث شوية بسيطة يعمل التجربة الرابعة، واللي بتتم بفشل ذريع جدا. برضو المريض بيحصل له علامات معينة في نص عملية نقل الدم والمريض بيموت. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ لكن المرة الرابعة دي كانت مرة قاسية جدا على الطبيب الفرنسي، خصوصا بعد ما زوجة المريض رفعت قضية على الطبيب الفرنسي بتتهمه بالقتل العمد. وبعدها اصدر القضاء الفرنسي قرار بمنع وحظر اي عملية نقل الدم تتم بين البشر. وبعدها وقفت الابحاث وعمليات نقل الدم فترة طويلة جدا لحد منتصف الثاني من القرن ال19. يجينا سنة 1900 ل1901، واحد طبيب نمساوي اسمه كارل لاندشتاينر، واللي ينجح في اجراء اول عملية نقل دم كانت بتتم بين البشر بصورة ناجحة وبدون اي مضاعفات، وده كان نتيجة اكتشاف الفصائل الدموية. بعد اكتشاف الفصائل الدموية طبعا على ايد الطبيب النمساوي، بدأت تتم عمليات نقل الدم بالصورة الحديثة اللي نعرفها لحد دلوقتي.